يعني الاتفاقيات على نوعين حقيقة، هناك اتفاقيات أبرمتها الحكومات السابقة وصوت عليها مجلس النواب بقرار وبقانون وبتشريع، وعلى رأسها طبعا اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة في 2008 بين الجانبين العراقي والأمريكي. وهناك اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو جماعية وقعت عليها الحكومات السابقة، هذه لم تشرع بقوانين تحت قبة البرلمان، وهذه طبعا قابلة للتغيير، لإعادة النظر، للنقض، لأي شيء آخر. هذا يعتمد على يعني مدى حاجة المصلحة العراقية العليا للاستمرار في هذه الاتفاقيات أو عدم وجود مصلحة من هذا القبيل. طيب. مثلا على سبيل الفرض، يعني إذا تسمحي لي سيدة الكريمة، وهذه واحدة من الاتفاقيات حقيقة الغريبة التي ظل العراق يلتزم بها منذ 2003 ولحد الآن، وهو موضوع بيع العراق للنفط إلى الأردن بالأسعار التفضيلية. نعم. على الرغم من كل يعني المتغيرات التي حصلت في العلاقة بين الأردن والعراق، وخاصة في الفترة التي كان الأردنيون ملكا وحكومة وشعبا يدعمون ويؤيدون ويساندون الإرهابيين في العراق، لكن مع كل هذه الظروف والمتغيرات ظلت هذه الاتفاقية إلى هذه اللحظة ينفذها العراق بحذافيرها. طيب. لماذا؟ الله أعلم، لا أحد يعلم، على الرغم من أن هناك الكثير من الدعوات الوطنية الشعبية، المنظمات مجتمع مدني دعت إلى إعادة النظر، ولا أقول إلى إلغاء، وإنما إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية، لكن الحكومات المتعاقبة لم تعر أي اهتمام لهذه الاتفاقية ولحد الآن كما قلت.